مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم مفكرة خاصة جدا عن الميك اب. كلنا طبعا عارفين ان احنا داخلين على فصل الشتاء، والشتاء دايما بتبقى ألوان واحدة في اللبس، غوامق بتبقى زيتي بقى بني اسود الكلام ده. في بنات كتير قوي بتبقى عايزه تغير في شكلها، طب تعمل ايه؟ طب الالوان واحده واللوك بتاع الشتاء بيبقى معتاد، بتحاول بقى ان هي تغير في الميك اب بتاعها عشان تحس انها عملت تغيير. يعني ممكن يقارنوا مثلا بين اطلاله واطلاله بالالوان اللي احنا ممكن نستخدمها ونغير فيها. كلام كتير هنعرفه النهارده مع ضيفتي اللي منورانا ريهام تامر ميك اب ارتست والموديل سلمى حسن. ازيكم؟ ازيك ريهام؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ زي ما انا قلت في الانترو ان في ناس كتير قوي بتحس ان الشتاء ده واحد، الشكل بيبقى واحد، تسريحات الشعر بتبقى واحده، واللبس بيبقى الوان واحده قاتمه كده، بس بتحاول انها تغير في الميك اب بتاعها عشان تعمل اطلالات جديده. طبعا ايه اللي احنا ممكن نغير فيه؟ وقولي لي هنعمل ايه النهارده؟ النهارده هنعمل لوك، هنعمل تو لوكس، بس اللوك الاولاني هنعمله لمده الشتاء والخريف بس في النهار، لان ميك اب النهار طبعا بيختلف تماما عن ميك اب الليل كمان. بشوف اخطاء كتير قوي جدا الصبح، تلاقي ميك اب قوي جدا جدا، وفي ناس ما عندهاش درايه فكره اعمل ايه الصبح وما اعملش ايه الصبح. بالظبط ده ما ينفعش، عيب ان انا انزل بالشكل ده الصبح. في ناس بتحط ميك اب وفي الجامعات وفي بالزبط. الشغل بيدوا بقى ايلاينر الصبح، وتلاقي حاجات بتلمع فوق العين وكلام كتير جدا، في حاجات كتير واخطاء كتير قوي. نصلح كل الكلام ده متداوله، زي مثلا استخدام الباودر في النهار بيبان كل الاخطاء، لان النهار برضو بتبقى الاضاءه قويه جدا. فبنعتمد اكتر ان احنا نحافظ على الجلد ونبينه بطريقه ناتشرال فلوليس. يعني حتى لو بشره فيها كلف او فيها نمش او اي حاجه عايزه تستخبى، ننحاز اكتر للبي بي والسي سي كريمز. يعني بتبقى اخف وشكلها طبيعي اكتر في النهار، وبتدي برضو ريكفرين كده بس قليل وبسيط شويه. بالظبط. بصوا احنا هنتكلم كتير عن حاجات تخص الميك اب، ولكن وريهام شغاله عشان هتعمل لنا تو لوكس كده حلوين جدا عشان كل الناس تشوف اللوكس اللي هنعملها النهارده او الاطلالات اللي ممكن تكون مختلفه وتساعدكم طبعا على التغيير في فصل الشتاء. طيب قولي لي الصبح، انت قلتي لي اول حاجه ان في ناس بتبقى عندها بعض الرتوش بسيطه في وشها بتبقى عايزه تداريها، ممكن تستخدم بيبي بس بلاش نروح لقصه اي باودر، حتى لو لوس باودر فينيشنج. باودر الصبح بتبقى سيئه جدا، وبالعكس بتبين اي خطوط التعبيريه الطبيعيه اللي موجوده في اي وش. الباودر الصبح بتقطع، بتبان في اي كريس موجوده في الوش. فده بيبقى عيب. طيب يعني طيب هقول لك حاجه ريم، في بعض برضو الستات وشها بيلمع، عارفه مع حر الصبح بيبقى فيه لمعه، فنحط البيبي او سي سي او نحط مثلا فاونديشن خفيف جدا كده لايتنج، بس بيبقى فيه عارفه لمعه كده الواحد ما بيحبهاش، ساعات ممكن يطفيها بسبونج كده لمسه الباودر، برضو ده غلط؟ بصي على حسب طبعا نوع البشره، يعني هو البشره اللي بيبقى فيها لمعه دي غالبا بتبقى دهنيه او مختلطه. يس بتبقى دهنيه. ممكن نستخدم باودر او ممكن نستخدم بي بي كريم او سي سي كريم برضو زي ما قلت لك، بس يكون ماتيفاينج، بيعمل مات، بيخلي الوش يبقى مات. اختاره اصلا يكون مطفي. بالظبط. وممكن ما تستخدميش باودر بس تستخدمي مثلا الاسبونج، ممكن فاضيه بس او بالظبط تطفي اي لمعه موجوده في الوش. شفتي انا خبره برضه. طبعا. طيب في برضو بعض الناس تقول لك ايه، بحب عيني تبقى واسعه الصبح. في ناس من عشاق الرموش، انا ما بعرفش احط رموش لو انا هنا في البرنامج، ما اقدرش احط رموش ولا بالليل ولا الصبح. في ناس تقول لك لا، ما انا ما بحبش الشكل يبقى كده، عايزه رموشي تبقى في رموش الصبح. وجهه نظرك ايه في القصه دي؟ بصي الرموش برضو دي حاجه اوبشنال، يعني في ناس بتعملها بشكل طبيعي جدا، تبقى 1 باي 1 مثلا، دي بيبقى شكلها حلو قوي الصبح. بتبقى شكلها لطيف. بالعكس دي انا احسها بتسهل، بتبقى مثلا تكون خفيفه شويه عشان برضو تليق مع الصبح والدنيا تبقى لطيفه. بالظبط. في ناس بتحب تعملها هي تقيله يعني، بس انا بحسها في جميل اخفف بقى في كل حاجه، وممكن ايه احط الرموش دي واسيبها. بالظبط، وهي اصلا بتسهل، يعني انت لو حاطه رموش هتحسي ان انت مش عايزه تحطي اي حاجه على وشك، هو تنت ولبستك، حاسه رموش رسمت عينك، مش محتاجه تحطي كونسيلر. طيب هنروح لحاجه ثانيه مهمه جدا، احنا كده اتكلمنا عن البيبي واتكلمنا عن الباودر ان ما ينفعش حد يحط الصبح بشكل كبير لانه بيبان رتوش وبيبان تقطيعات كده في الوش، وممكن تكون الوش زي الفل ما فيهوش اي حاجه، بس الباودر شويه بيبين او بيعمل ديفوهات اكتر في الوش اكتر من اللي احنا جايين نصلحه. نجي بقى عن البلاشر والتنت والحاجات اللي بتبقى فيه كوارث الصبح، يعني انا البلاشر بحبه جدا والتنت بحبه جدا جدا، بس ايه يبقى ما فيش حاجه في الوش تاني، حتى الروج ما بيبقاش فيه، بيبقى برضو تنت. هو بقى في ناس بيحطوا بلاشر بقى برونز الصبح، ده غلط طبعا. انا ضد البرونزر الصبح اصلا،
الصبح بيحتاج ميك اب هادي وخفيف زي اللي ما بعمله سلمى دلوقتي، يعني بنستغنى عن الفاونديشن والباودر، بنحط كونسيلر بس. لازم طبعا نرطب الوش كويس جدا. وبالنسبه لل كنت بنتكلم عن التنت وبنتكلم عن البلاشر اللي ممكن يبقى تقيل ويعمل بلاوي الصبح اللي كلنا بنشوفه، خصوصا في الجامعات يا جماعه. انا ساعات بعدي كام قدام جامعه بدون ذكر اسماء الاقي كام ميك اب الصبح. طب احنا لسه صاحيين الصبح، يعني انا بكتفي دايما بالايه بالتنت وممكن ازود شويه بلاشر، بس ما بحطش بقى حاجه ثانيه ولا روج ولا بحط اسمه ايه الرموش ولا الكلام ده. هو حلو جدا وبيدي لوك حتى طبيعي، تحسي انه بس ده شمس بسيطه او خجل، يعني بيبقى احلى. فالبلاشر عادي يتحط طبعا في اي وقت صبح او بالليل، بس بنسب، يعني ما ينفعش احط بلاشر كتير قوي الصبح. او مثلا يبقى فيه برونز، ممكن برونزر برضو على حسب المشوار، يعني هو مشوار بيحكم ايه الستبس او الحاجات اللي تحطيها كده. عملنا بقى، حطينا زي ما انتم شايفين حطينا كونسيلر. هي قالت انا هستغنى عن اي فاونديشن عشان الصبح يكون الدنيا لطيفه بالظبط، ما يبقاش فيه الوان كتير. وبالنسبه بقى للترندز مثلا اللي انتشرت وبطلت، موضوع مثلا تقيل الحواجب من قدام بشكل مربع او بتعمليها رسمه ما تبقاش شكلها طبيعي، ده بطل جدا. دلوقتي مثلا عشان شكل الحواجب يبقى ناتشرال وحلو، اخرها بس تتسرح باي جل او اي حاجه تثبتها يبقى شكلها طبيعي من قدام، ممكن فيه هير باي هير كده بالظبط، بس تستخدمي قلم تملي اي فراغ، انك تملي الفراغات بتاعت الشعر، ترسميها شعره بشعره، ده مثلا طبيعي اكتر بالظبط. بالنسبه للبلاشر مثلا دلوقتي نازل تكنيك انك لما تحطي بلاشر تطلعي لحد العظمه، ده ترندي 2023. طب انا بقى كنت عايزه يعني جاي لك في السؤال ده، انا وبنتي دايما بنتخانق في الموضوع ده، هي تحط بلاشر من الحته دي ولا هي، انا بحب عندي يعني انا عندي خدود فعايزه احط بلاشر هنا زي الناس وبحط كتير عشان ما بحطش حاجه ثانيه. تقولي لا 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 انت قديمه مفيش الكلام ده، هو لازم يتحط من فوق هنا. طب بس ده ما بيبينش الخدود، يعني بحس يا ريان ان ده مكان كونتور مش مكان بلاشر. هو بقى فوق الكونتورنج على طول، المفروض في العظمه دي. طب وده ايه الفئه ما هو بقى بتنزلي لحد هنا بتتحط هنا ايوه طبعا، يعني عارفه لو حتى من 23 برضه بنحب نحط في طبعا خضور. لازم توصل للخد من قدام، بس انت قصدك نخفف من هنا وننتقل من هنا شويه. لا، وما يبقاش البلاشر بس على الخد من تحت، ما يبقاش ده بيسقط الوش كده. اما عشان الوش يبقى مرفوع والخد باين، بتاخدي بلاشر من اول الخد وتطلعي بيه فوق منطقه تحت العين من الاخر، اللي هي العظمه ده الجديد. ده الترند، وبيبقى شكله كمان حلو جدا في الميك اب، وبيدي شكل ليفتد، يعني الوش نفسه كمان بيبقى صافي قوي، غير فعلا لما بيكون فيه بلاشر من قدام بالظبط. طيب احنا كده خلاص عملنا الحواجب بالظبط، تبتدي بقى تعملي ايه في العين دلوقتي؟ انا عايزه اعملها حاجه ناتشرال قوي عشان ما فيهاش اي شيمرنج، عشان بحس الالوان الشيمرنج دي لازم بالليل. يعني انا ضد برضو الهايلايتر الصبح، ضد اي اي شادو بيلمع الصبح، بحس الحاجات دي بسيطه مات تبقى احلى بالظبط. فانا هعملها دلوقتي الوان نيوترال جدا بتاعه الشتاء، احنا شايفين دلوقتي او الخريف، هي بتحط برضو الوان من الالوان اللي بتبقى جذابه جدا في الشتاء على فكره، سواء صبح وبالليل، الالوان اللي هي بتبقى زي باش شويه ومديه على كامل حاجه بسيطه، دي بتنطق جدا يا جماعه الوش، مع بتعمل لون حلو جدا مع لون البشره، تبقى اغمق من البشره بدرجه بسيطه، وبتبقى اللي منور فيها اللي هو جوه شويه اللي هو بيبقى فوق من اول العين، يعني من عند المناخير كده او تحت الحاجب من اول، بيبقى لون زي جملي او لون مصفر شويه، ده بيدي انعكاس مع البشره رهيب في الشكل. وده برضو بيعتمد على رسمة العين، يعني كلنا نقدر نعمل نفس اللوك بس مش بنفس التكنيك. العينين مبطنة عشان نبين ان طب. يعني سلمى مثلا، فتحي سلمى بصي في الكاميرا، سلمى عينيها مبطنة شوية، مبطنة يعني ما عندهاش جفون، جفنها في جفن داخل تحت.